فندق بالم بيتش ريزورت الغردقة، كل حاجة عنه، مميزاته وعيوبه، الموقع، الأسعار، الأكل، البيتش، حمامات السباحة، كل حاجة هتعرفها إن شاء الله. اللايك الجميل بتاعكم، واشترك في القناة لو كنت مش مشترك، وفعل رمز الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. ويلا بينا نتعرف على الفندق أكتر. فندق بالم بيتش الغردقة، مكانه في منطقة الأحياء، وبيبعد حوالي 13 كيلو من مطار الغردقة الدولي، وحوالي 25 دقيقة كده انت وماشي على رجليك مش مواصلات من دريم ماركت، وحوالي 7 كيلو من المدينة نفسها الغردقة. لو اتكلمنا أول حاجة عن الغرف، هتلاقي الغرف بتاعتها يعني العفش فيها او الاثاث اللي فيها قديم شوية، وفيها ميني بار، وكمان زي خزينة او بنقول عليها خزنة كده تحط فيها الحاجات الثمينة، وبتعمل لها رقم خاص بيه. مطعم البوفيه بيقدم اكلات اللي هي الأطباق المحلية المصرية العادية، وفي برضو بالإضافة إلى كده أكلات عالمية الأجنبية، يعني عشان الأذواق التانية بالنسبة للنزلاء الأجانب، لأن إشغال الأجانب حوالي 60%. وكمان بيقدم البار مشروبات ووجبات خفيفة كده اللي هي سناكس. يعني في ناس سألتني قبل كده على بعض الفنادق يا ترى فيها زي جراشات خاصة، أو في مواقف خاصة بالسيارات، أو يعني جراشات خاصة في نفس المكان خاصة بالفندق للسيارات النزلاء. عموما هو فندق صغير، يعني الغرف بتاعته شوية كلاسيك قديمة يعني، والأكوا حوالي 3 ألعاب كده كبار، وزيهم أطفال، واتنين حمام سباحة. هو الميزة اللي فيه برضو البحر الرملي، والأكل يعني هو كان في أقاويل على الأكل، يعني في ناس اختلفت الأكل كويس وأكل لأ مش كويس. وأنا في الآخر أو في الأول وفي الآخر دايما يا جماعة بقول إن الأكل ده أذواق، يعني ممكن أنت التست اللي يعجبك أو الأكل اللي يعجبك ما يعجبش غيرك. بس هو المفروض الفندق يعني أكثرية الأقاويل إن هي الأكل مش متنوع عنده، تمام. بس الميزة زي ما قلنا إن البحر الرملي، والأكل يعتبر متوسط، والاسطف بتاع العمل الكل أشاد بينه هو كويس، لكن التسكين يعني قالوا بيبقى متأخر كده شوية. هو مكان هادي، يعني هو مكان يعتبر صغير او متوسط، يعني فالناس اللي هي كبار في السن او كده يعتبر ليهم المكان ده حلو، لانه مش هيبقى فيه تمشية كتير، او الناس اللي بتحب الهدوء والاستجمام برضو ده مكان مناسب ليهم. والبحر بيبقى فيه ليه زي ارضية كده. لو شفنا مثلا بوكينج، في كتير بيشكروا في الفندق ده، لكن في بعض المواقع التانية مش بيشكروا فيه قوي، بس اغلب الناس صراحة اختلفت على موضوع الاكل ده، فلا مش بيهموا الاكل قوي يعني هيبقى ده مناسب للفندق بالم بيتش. بيقولوا الاكل متوسط الجودة، والمفروض يتنوع شوية ومحتاج تعديل يعني وكده. والحلويات برضو نفس القصة، عايزة تعديل وتنوع. بس في مثلا بعض الناس قالت لأ الأكل كويس، فدايما بقول برضو أرجع وأقول الأكل أذواق يا جماعة. الشط رملي كويس حلو مقبول، يعني الانيميشن حلو خالص جميل جدا، كل أشاد بيه قالوا كويسين جدا ولذاذ، والفقرات بتاعتهم مدتها بتبقى صغيرة وجميلة يعني. وكمان هتلاقي في موقف أتوبيس قريب، بيبعد حوالي 2 كيلو من المكان. فأتمنى أن أنا يعني إن شاء الله أكون فدتكم في الريفيو الصغير ده عن الفندق اللي تعددت الأقاويل عنه، في منه أشاد بيه وفي منه لأ.
في الاول وفي الاخر هو فندق بحندق 4 نجوم يعني، والاغلب الناس قالت ان هو بيقدم الخدمات اقل من السعر بتاعه. فاتمنى ان هم يطوروا من نفسهم. كان من حوالي 3 4 سنين الصراحة الناس بتكون مبسوطة في الفندق ده، في الفترة من حوالي سنة كده وبدأت تبقى فيه شكاوى ان الغرف قديمة او مش نظيفة او الاكل مستوى مش قوي. وجات في الفترة السابقة الكام شهر اللي عدوا قالوا بدأوا يطوروا من نفسهم يعدلوا من أمورهم، فأتمنى يكون ده حصل. بس أنا نقلت لكم كل اللي أنا أعرفه عن الفندق. أنا كده خلصت ريفيو بتاعي، ويا رب أكون فدتكم. ولو عايزين أي استفسار أو سؤال يا ريت تسيبولي بيه تعليق وأجاوبكم عليه إن شاء الله. ولو أي فكرة فيديو أو ريفيو أو تقييم عن أي حاجة يا ريت برضه تقولولي عليها، وأنا إن شاء الله أنفذها لكم في فيديو. وسعدت بيكم قوي، والسلام عليكم ورحمة الله.